السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، طلبة المرحلة الثانية في قسم علوم الحياة كلية العلوم جامعة بغداد. نكمل معاكم سلسلة محاضرة مادة اللافقاريات، وهذه المحاضرة هي المحاضرة العاشرة، وسوف نبدأ بها في فايلم جديد أو شعبة جديدة وهو الفايلم المولسكا أو ما يسمى بشعبة النواعم. محدثكم المدرس الدكتور أمجد قيس إبراهيم. مثل ما تعرفنا في بداية كل شعبة نأخذ مقدمة عن هذه الشعبة والصفات العامة لهذه الشعبة. اسم المولسكا سمي نسبة إلى الاسم اللاتيني مولسكوس، وعند ترجمة الإنجليزي مولسكوس معناها السوفت، يعني ذات الأجسام الناعمة، والتي تعتبر واحدة من أكبر الشعب بعد شعبة بفصلية الأرجل. تحتوي على ما يقارب 50,000 نوع حي وما يقارب من 35,000 نوع منقرض أو نوع متحجر. فوصل معناها متحجر، فوصل سبيشيز يعني معناها أنواع متحجرة. اسم المولسكا يشير إلى صفة مميزة لأجسامها، وهي أنها تحتوي على السوفت بودي أي أجسام ناعمة. الصفات العامة لشعبة المولسكا تكون ذات تناظر جانبي غير مقسمة ولها رأس مميز. جدار الجسم البطني، هذا هو جدار الجسم البطني، يكون محور بما يسمى بالموسكولار فوت يعني قدم عضلي، يكون موديفايد اند يوز تشيفلي فور لوكوموشن. يعني جدار الجسم البطني يكون محور على هيئة تركيب عضلي كبير يسمى بالفوت. هذا الفوت شنو وظيفته؟ يساعد الحيوان على الحركة. اما جدار الجسم الظهري فيتكون من زوج من الصفائح تسمى بالمانتل، ترجمتها للعربي تسمى بالجبة. هي زوج من الصفائح تسمى بالمانتل. هذه الصفائح أو المانتل تحيط ما يسمى بالمانتل كافيتي، تجويف المانتل كافيتي، هذا هو تجويف المانتل كافيتي. في بعض الأحيان يكون modified into gills، يكون محور إلى غلاصم أو رئة. انسكريت بشيال، وفي بعض الاحيان يكون مسؤول عن افراز القشره التي تحيط بالحيوان، وفي بعض الاحيان تكون هذه القشره تكون مفقوده في بعض الحيوانات. سيرفس ابيفيليوم، الخلايا الطلعيه الموجوده على السطح تكون عاده مهدبه وتمتلك مجموعه من الغدد المخاطيه وتنتهي باعصاب حسيه. منطقه الجوف أو الكيلم يكون محدد في مناطق معينة، وخصوصا في المنطقة المحيطة بالقلب، وفي بعض الأحيان المنطقة المحيطة بفراغات الموجودة ما بين الجونس الأعضاء التكاثرية وفي قسم من الكلى. تكون حاوي على جهاز هضمي معقد يحتوي على جهاز يسمى راسبينج أورغان أي جهاز خشن أو ما يسمى بالراديولا. تحتوي على فتحة أنس، فتحة مخرج، أي بمعنى لها complete digestive system، تبدأ بفتحة فم وتنتهي بفتحة مخرج. وفتحة المخرج تفرغ محتوياتها إلى المانتل كافيتي، ومن ثم من المانتل كافيتي إلى الخارج عن طريق سطح الجسم. لها جهاز دوران من نوع مفتوح، الجهاز التنفسي أو عملية تبادل الغازات في الجهاز التنفسي يحتف عن طريق الجلز الغلاصم، اللانجز اللي هي الرئة، مانتل أو عن طريق سطح الجسم. لها كلى أو كليتان أو ما يسمى بالميتانفريديوم، opening into the pericardial تفتح في المنطقة المحيطة بالقلب، opening into the pericardial cavity في التجويف المحيط بمنطقة القلب، وأيضا تفرز محتوياتها في منطقة المانتل كافيتي. لها جهاز عصبي يتكون من بير سيربلر بلورال بيدال أند فيزيكال كانكليا، يتكون من عقد أحشائية قدمية جانبية ودماغية عفوا رأسية with nerve cores ومع حبال عصبية and subepidermis plexus وضفائر عصبية تحت جلدي. تحتوي أعضاء حس، تستعمل هذه الأعضاء الحس للتاتش، اللمس، السميل، الشم، التيست، التذوق، equilibrium and vision والبصر في بعضها، والايز تكون عيون هايلي ديفلوب انسيفالوبودز، تكون العيون متطوره بشكل كبير في اوردر اللي هو سيفالوبودز او ما يسمى براسيه الاقدام
ضعف كلاسي فالبود. Both monoecious and dioecious يعني تكون إما هرموفرودايت أو تكون منفصلة الأجناس. الانشطار يكون من نوع سبايرال حلزوني. لارفا تكون بدائية وتسمى بالتروكوفور، وفي بعضها تكون تسمى باليرقة تسمى بالفيليكال لارفا، وبعضها يعاني يعني تطور مباشر بدون المرور بمرحلة اليرقة. نأتي الآن على تعريف الراديولة أو ماذا نقصد بالراديولة. الراديولة هو عضو شبيه باللسان، تشوفون هنا ها هي منطقة الراديولة، عضو شبيه باللسان موجود في جميع الرخويات ما عدا في نهاية المصراع أو ما تسمى ذوات الصدفتين، وهو عبارة عن غشاء يشبه الشريط يكون مزود بمجموعة من الأسنان الصغيرة والتي يكون اتجاهها اتجاه خلفي. هذا هو، ها هي منطقة الراديولة عبارة عن شريط، شكل غشاء يشبه الشريط حاوي على عدد من الأسنان تينيتيف، هاي هي تينيتيف، ويكون اتجاه السن يكون اتجاه خلفي. هناك عضلات معقدة ضمن هذه المنطقة وظيفتها تقوم بتحريك الراديولا والغضاريف الداعمة لها supporting cartilage أو ما يسمى بالأودونتوفور إلى الداخل وإلى الخارج، بينما يتم تدوير الغشاء جزئيا فوق أطراف هذه الغضاريف. هناك إما عدد قليل من الأسنان أو أعداد كبيرة من الأسنان يصل عددها إلى 250 ألف سن، والتي عند بروزها يمكن أن لها عدة وظائف عند بروزها، إما أن تخدش أو بيرس معناها تثقب، تير تقطع عفوا تمزق، وكات هي تقطع، يعني إما لها هذه الأسنان شنو وظيفتها؟ تكون تقشير المواد اللي يعني تتغذى عليها، تفقب هذه المواد، تمزقها وتقطعها. الوظيفة الرئيسية للراديولا يعني in two fold، يعني هناك وظيفتين رئيسية للراديولا. أول وظيفة to rasp of fine particles، rasp of fine particles of food materials from hard surface، يعني شو مقصود بها؟ تقشير الجزيئات الدقيقة من المواد الغذائية من الأسطح الصلبة، وأيضا تعمل كحزام نقل لنقل المواد الغذائية أو الجسيمات إلى الجهاز الهضمي. العيلة الراديولا بشكل مختصر عبارة عن تركيب يشبه الشريط مزود بمجموعة من الأسنان تيني تيف، وهذه الأسنان يكون اتجاهها خلفي، وهناك عدد من العضلات، هذه العضلات تحرك الراديولا والغضاريف الداعمة لها وما يسمى بالأندوتوفور إما إلى الخارج أو إلى الداخل، وهناك أعداد إما أعداد قليلة من الأسنان أو أعداد كبيرة من الأسنان والتي عند بروزها إما تقشر أو تفقب أو تمزق أو تقطع الفريسة تتغذى عليها. الوظيفة الرئيسية للراديولا وهي مهمة جدا، هناك وظيفتين رئيسية للراديولا. أول وظيفة rasp of fine particles يعني تقشير الجزيئات الدقيقة of food materials لدقائق الغذاء from hard surfaces من الأجزاء الصلبة and serve as conveyor belt وتعمل كحزام ناقل لنقل هذه الجزيئات المقشرة إلى الجهاز الهضمي. وعم في ما قلنا لكم هذا هو تركيب الراديولا، مثل ما تلاحظون هذه هي السنون ويكون اتجاهها اتجاه خلفي، وهاي هنا في الحيوان بشكل عام، وهنا تكون مكبرة، هذه المنطقة هي مكبرة، هذه هي منطقة الراديولا. نأتي الآن لفقرة classification of mollusca أي تصنيف شعبة النواعم. تصنف شعبة النواعم إلى سبع كلاسات رئيسية. The first class اللي هو المونوبلاكوفورا، كلمة مونو يقصد بها أحادي، أما البلاكوفورا فيقصد بها الصدفة أي إما وحيدة الأصداف أو أحادية الصدفة، هنأخذ على الحيوان اللي هو نيو فيلينا. الكلاس الثاني هو البولي بلاكوفورا متعددة الأصداف، هنأخذ على الحيوان الكايتون. الكلاس الثالث هو الأبلاكوفورا، كل حرف أي باللاتين يقصد به عديم، بلاكوفورا أصداف أي عديمة الأصداف، هنأخذ على الحيوان اليومينيا. الكلاس الرابع اللي هو الكاستروبودا،
بطنية الأقدام، ويقسم هذا الكلاس إلى two or three orders. The first order اللي هو البروزوبرانشياته أمامية الغلاصم، the second order اللي هو أوبسبرانشياته فناء عفوا خلفية الغلاصم، والثيرد أوردر هو البولمونات الرئويات، حناخذ عليه حيوان الهليكس. الكلاس الخامس اللي هو السكافوبودة زورقية الأقدام، حناخذ عليه حيوان الدنتاليوم. لحد هنا لحد هاي الكلاس الخامس هو موضوع محاورتنا لهذا اليوم. أما الكلاس السادس هو الناميلي برانشياتا صفيحية أو صفائحية الغلاصم، حناخذ عليه حيوان الأنودونتا. والكلاس الأخير هو سيفالوبودة رأسية الأقدام، حناخذ عليه تو أوردر. The first order هو الدايبرانشياتا ثنائية الغلاصم، مثال عليه حيوان الاكتوبس هو الأخطبوط، والسيبيا اللي هو الحبار. أما الأوردر الثاني فهو تترابرانشياتا رباعية الغلاصم، حناخذ عليه حيوان النوتيلس. نأتي الآن إلى الكلاس الأول اللي هو المونو بلاكوفورا وحيدة الأصداف. الصفات العامة لهذه الكلاس يكون لها جسم بيضوي ثنائي التناظر، ولها تعقيل داخلي أو ما يسمى بالإنترنال ميتامورزم. تكون التعقيل يكون جسم مقسم لكن ينقسم من الداخل إنترنال ميتامورزم. Shell is made of a single piece. Shell هنا نقصد به الصدفة، يتكون الصدفة من قطعة واحدة. الفوت اللي هي منطقة القدم، عادة قلنا نلاحظ منطقة الفوت على الجهة البطنية، تكون الفوت تقع في الجهة البطنية ومميزاتها تكون فلات مسطحة وتقع على الجانب البطني. تحتوي على two ventricles بطينات اثنين، five or six pairs of gills خمسة إلى ستة أزواج من الغلاصم، and six pairs of nephridia وستة أزواج من النفريديا. مثالنا عليها حيوان النيوبيلينا. لحد عام 1952 كان يعتقد أن هذه الكلاس هذه المونوبلاكوفورا were extinct، يعني شنو extinct؟ يعني منقرضة، تكون جميع الأجناس التي تتبع هذه الكلاس كانت منقرضة. لكن في نفس العام لحظة وجود نوع يتبع هذه الكلاس، وهذا النوع هو النيوبيلينا، وتم عزله من قاع المحيطات على ضفاف شواطئ كوستاريكا، بلد كوستاريكا. النيوبيلينا يحتوي على 5 pairs of gills، يحتوي على 5 أزواج من الغلاصم. مثل ما تلاحظون هذه هي الجهة البطنية البنتراسايت لهذا الحيوان، حنلاحظ 5 أزواج من الغلاصم. تشوفون هاي التراكيب البرتقالية 1 2 3 4 5 في الجهة اليمنى و5 في الجهة اليسرى، بين 5 أزواج من الغلاصم توجد في الجهة البطنية لهذا الحيوان. 2 pairs of auricles يعني زوجين من الأذينات، 6 pairs of nephridia تحتوي على 6 أزواج من النفريديا. أما الفم فيمتلك الراديولا، مثل ما قلنا لكم شرحنا تركيب الراديولا سابقا، وقلنا لكم هذا التركيب يوجد في بعض الحيوانات تتبع الفايلم موليسكا، وبعضها لا يكون فاقد للراديولا. في هذا الحيوان يوبيلينا يكون الفم حاوي على الراديولا. يكون جسم النيوبيلينا يكون بيضوي ويحتوي على قشرة مفردة و one ventral foot. الكلاس الثاني اللي هو البولي بلاكوفورا متعددة الأصداف، يكون الجسم إهليلجي body elliptical and flattened، يكون جسم إهليلجي أو بيضوي ومسطح. الصدفة تتكون من 8 صفائح واسعة وعريضة، تكون منطقة الفوت تقع على الجانب البطني، وتكون بطنية الموقع كبيرة وبروت ماسكولار يعني عضلية واسعة. ها هي منطقة الفوت على الجانب البطني اللي هو البنترال سايد، عريضة وواسعة وتقع على الجانب البطني. المانتل اللي يحيط هذا الحيوان يسمى بالمانتل، يكون بشكل حزام لحمي مزود بحراشف وأشواك. وآخر نقطة هي السكس سيبريتد، يعني تكون في نهاية الأجناس تنفصل إلى ذكور وإناث. هناخذ عليها حيوان اللي هو اسمه الكايتون. أول صفة اس اس لاكش، سلاكش يعني خامل أو بطيء الحركة.
marine animal حيوان بحري found attached to the rocks يوجد ملتصق على الصخور. Body is elongated يكون متطاول جسمه يكون متطاول. Bilateral symmetrical ثنائي التناظر. And dorsal ventral compressed مضغوط من الجهة البحرية البطنية ويتكون من shell صدفة foot قدم mantle and the visceral mass وتركيب حشوي وكتلة حشوية. إذن يتكون من shell اللي هو الصدفة ومنطقة الفوت اللي هو القدم ومنطقة المانتل وكتلة حشوية. تكون الشيل أو الصدفة تكون كلسية توجد على الجانب الظهري وتتكون composed of 8 overlapping plates تتكون من 8 صفائح يعني متعامدة واحدة فوق الأخرى. Head is not distinct يعني يكون ليس لها رأس مميز. Foot هذه منطقة الفوت تكون ventral بطنية الموقع. Muscular عضلية with a flat sole extending along with whole length of body ولها تجويف sole يعني. نأتي على القدم. Foot is ventral تكون بطنية. Muscular عضلية with a flat sole extending along with the whole of the body يعني تحتل جميع أغلب أجزاء الجسم. Mantle هذه المنطقة covers greater part of the body and partly covers the edge of the shell blades يعني يغطي الجزء الأعظم من الجسم ويغطي بشكل جزئي الحواف ما صفائح الصدفة Mouth and anus are at opposite side يعني القدم الفم ومنطقة الأنس اللي هي منطقة المخرج تكون بالجهات المتقابلة يعني المف في النهاية الأمامية أما الأنس فتكون في النهاية الخلفية. تكون الأجناس منفصلة وتكون الجونات السينجل and medial gonads are paired وتكون الأعضاء التكافلية أما مفردة أو تكون مفردة الأعضاء التكافلية تكون مفردة وتحتوي على قنوات وهذه القنوات تكون مزدوجة. التطور مالتها يضم ما يسمى بالتروكوفول لارفا يعني يكون تطورها indirect development أي تحتوي على يرقى خلال دورة حياتها. الكلاس الثالث هو الأبلاكوفورا مثل ما قلنا لكم الأب اللاتيني يقصد بها عديم. الأبلاكوفورا هو الأصداف أي عديمة الأصداف. الصفات المميزة لهذه الحيوانات body worm like الجسم يشبه الدودة لها تناظر جانبي وتكون أسطوانية الشكل. تكون فاقدة لمنطقة الهيد الرأس والمانتر والفود والصدفة وأيضا للنفريد. يغطي الجسم طبقة كيوتيكلية ومحاط بمجموعة من الأشواك الكلسية تكون فتحة الفم وفتحة المخرج تكون أما طرفية أو نهائية أو سبترمنا أو شبه طرفية وتقع أيضا في الجهات المتقابلة أي فتحة الفم في النهاية الأمامية أما فتحة المخرج تكون في النهاية الخلفية. لها جهاز هضمي مستقيم ويكون مجهز بالراديولا. Sex are separated or united يعني يقصد إما ثنائية الأجناس أو تكون دايوشاس أو مونوشاس يعني تكون إما ثنائية الأجناس أو تكون خنفية على أخو عليها حيوان هو نيومينيا. الكلاس الرابع هو الكاستروبودا أو ما يسمى بطنية الأقدام. الصفات المميزة لهذه الكلاس يكون لها رأس مميز يحتوي إما على زوج أو زوجين من التنتيكلز المجسات أو العيون والعيون and containing a scraping radula وهي تحتوي على الراديولا. تكون أحادية الصدفة often spiral or conical or absent تكون أشكالها تكون أشكال الصدفة إما حلزونية أو قمعية أو تكون في بعض الأحيان ليس لها شكل ثابت. تحتوي على قدم ومثل ما قلنا تقع على الجهة البطنية. لها إما غلصمة واحدة أو غلصمتين
or replaced by secondary gills or not. وفي بعض الأحيان تعوض بغلاصة ثانوية أو الرئات. إما لها رئة واحدة نفريدية واحدة أو تو نفريدية. هذه الحيوانات تكون عادة في نهاية التناظر. And because of torsion, هاي torsion تكون ظاهرة تحدث في هذه الحيوانات اللي هي عملية twisting. شو معنى torsion? A twisting process that occurs in the follicular stage. يعني عملية دوران اللي تحدث في طور الفوليكال لارف أو الفوليكال ستيج. في هذه الحالة الفيزرال ماس هاز بيكام اسيمتريكال. في هذه الحالة تكون اسيمتريكال. ليش تكون اسيمتريكال؟ لأن تحدث فيها حالة التورشن. شنو هي التورشن؟ اللي هي عملية التفاف بعدين نشرحها تحدث في طور الفوليكال لارف. سيكس سيبريتد أور يونايتد يعني تكون أجناس منفصلة أو خنفية وأغلبها اللي هي مارين. بحرية تعيش في المياه العذبة أو ترستيريال أو تعيش على على الأرض. يقسم كلاس الكاسرابوتا إلى two orders. The first order هو بروزوبرانشياتا أمامية الغلاصم. أما second order اللي هو الأوبسفابرانشياتا اللي هي خلفية الغلاصم. هناك فروقات ما بين هذين التو ما هذين الأوردرين أو هذين الرتبتين. نجي على الاوردر بروزو برانشيات. رتبة امامية الغلاصم. مانتل كافيتي تجويف المانتل. opens anteriorly and contains gills anterior to heart. يعني يفتح تجويف المانتل بالمنطقة الامامية ويحتوي على غلاصم تكون امام منطقة القلب. أما السكسس تكون سيبريتي تكون الأجناس منفصلة. أما الأوردر أوبس برانشياتا فتحتوي على صفات مخالفة لصفات بروزو برانشياتا. يفتح تجويف المانتل بالجهة الخلفية ويحتوي على وانجل ويحتوي على غلصمة واحدة. فيما في الأوردر برانشياتا كنا يحتوي على عدد من الغلاصم. أما هنا فيكون يحتوي على غلصمة واحدة. سكسس كانت سيبريتد منفصله بالبرانشيات بروزو برانشياتا. اما بالاوبسفا برانشياتا فتكون اجناس خنفيه سكس ار يونايتد. اما الاوردر الثالث الذي يتبع الكلاسيك كاسرابودا فهو اوردر البولموناتا او ما يسمى بالرئويات. يتصف هذا الاوردر بعدد من الصفات الملخصه في النقاط الاتيه. اولا المانتل كافيتي تكون حاوي على اوعيه مثل الرئه. سكسس ار يونايتد تكون يعني خنفية الأجناس. حناخذ عليها حيوان هو الهليكس. الهليكس هو يسمى بالحلزون أو ما يسمى بالكاردن سنيل أو هو كمان نيم إلى هذا للهليكس. كاردن سنيل يقصد به حلزون الحديقة. هذا الحيوان هو ترستيريال يعني أرضي المعيشة. يتنفس عن طريق الأقدام البطنية ويكون ليلي المعيشة ويتغذى على الأوراق النباتية. يحتوي هذا الحيوان على عدد من الأجزاء أو يكون جزء هذا الحيوان عدد من الأجزاء. أول جزء يسموه بالمانتل اللي خبناه سابقا اللي قلنا عليه يعرب الى كلمة الجبة. هاي المنطقة هي منطقة نار رقيقة تغطي الفيزرال هام. اكو هناك حدبة حشوية في داخل هذه الصدفة. هذا المانتل يغطي هذه الحدبة الحشوية ويعمل كسقف للمانتل كافيتي ويتسمك في المنطقة الامامية. تشوفون هاي منطقة تسمك منطقة أمامية ليكون ما يسمى بالكولر هو النطاق اللي يفرز الصدفة اللي يكون مسؤول عن إفراز الصدفة. أما الصدفة فتكون أيضا ناعمة with conical aspire يعني تكون ناعمة وتكون مستدقة مخروطية قياسها 4 سنتيمتر بالطول يعني طولها 4 سنتيمتر. وتحت وفشل هاز سموث ابيرتشر يعني تحتوي على الفتحة دقيقة. اونتو بروميننت لاينز اوف جروث وخطوط نمو بارزة. اذا الشيل رقيقة تكون مستدقة مخروطية يكون طولها 4 سنتيمتر وتحتوي على الفتحة في الطرف وخطوط نمو بارزة. منطقة الفود هاي منطقة تقع على الجانب البطني تكون غير مقسمة تكون غير مقسمة. إبن عبارة عن تركيب عضلي غير مقسم. أما الهيد هاي منطقة الهيد هات كومبرايز اوف تو بيرز اوف تنتكل يعني يحتوي على
زوجين من اللوامس أو المجسات إضافة إلى الفم. The posterior pair of tentacles, الجزء الخلفي من التنتيكلز, pair I, and is longer than the anterior tentacles. تشوفون هنا ها هي بالرسم، ها هي منطقة الرأس، قلنا يحتوي على زوجين من التنتيكلز، زوجين من المجسات، زوج أمامي وزوج خلفي. عفوا زوج أمامي وزوج خلفي. يكون الزوج الخلفي أطول من الزوج الأمامي ويكون حاوي على الآي، يكون حاوي على منطقة على العين. أما الفم فيكون مزود بثلاثة شفاه بارزة. أما الفم فيكون مشوه بثلاثة شفاه بارزة. نجي نعيد أن منطقة الرأس تتكون يحتوي على جزئين، على نوعين، على زوج من التنتيكلز، زوجين من التنتيكلز، الزوج خلفي يحتوي على منطقة العين وزوج أمامي. أما الزوج الخلفي يكون أطول من الزوج الأمامي. ومنطقة الفم تحت الآن سنأخذ عدد من الأجهزة التي تتبع حيوان الهيليكس. أول جهاز هو الدايجستيف سيستم، الجهاز الهضمي. يبدأ الجهاز الهضمي في هذا الحيوان هو من النوع الكامل، أي يبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة أنس. يبدأ الجهاز الهضمي بفتحة الفم مثل ما أسلفنا سابقا، والذي يؤدي لما يسمى بالتجويف الفمي بيوكال كافيتي، اللي يكون حاوي على بيوكال ماس اللي هي الكتلة الفمية اللي تضم الرادولا والغضاريف التابعة للرادولا والعضلات التابعة للرادولا. هذا هو منطقة الفم، ومن ثم تؤدي إلى بيوكال كافيتي. البيوكال كافيتي يؤدي إلى الإيزوفيكاس المريء، منطقة المريء، ومنطقة تسمى بالكراب اللي تكون محاطة بخلايا مخاطية أو خلايا لعابية سلايبر إجلاند. ومن ثم الإيزوفيكاس يؤدي إلى الستومك، هاي منطقة الستومك. ومن ثم تو دايجستيف جلاند أوكيوباي ذا ماس سبيس أوف فيزيرال هام فيستيف جلاند سيكريت أميليز، وتحتوي أيضا على تو دايجستيف جلاند أي غدتين هضمية اللي تحتوي على الجزء الفراغ الأكبر الموجود بالحدبة الحشوية. وظيفة هاتين الغدتين هي إفراز إنزيم الأميلاز. الستومك يؤدي إلى الانتستين، ومن ثم إلى منطقة الريكتم اللي هي المستقيم اللي يؤدي إلى الأنس واللي هي فتحة المخرج. الجهاز التنفسي في هذا الحيوان يكون مفقود وخصوصا الغلاظة. هناك فتحة صغيرة تسمى بالنيوماستومي under the edge of the collar، تحت منطقة الكولر، is open into highly vascular portion of the mantle cavity. تفتح هذه الفتحة إلى الجزء الوعائي الموجود في منطقة المانتل كافيتي. تمثل هذه الفتحة حالة اللانج، إذن عن طريق هذه الفتحة اللي هي النيوماستومي تتم عملية التنفس. وفيها تحدث عملية diffusion of gases occurs between the air and the blood، عملية انتشار الغازات أو عملية تبادل الغازات ما بين. أما جهاز الدوران فيكون حاوي على القلب، والذي يقع في المنطقة تسمى بيريكارديوم، المنطقة المحيطة بالقلب، في المنطقة العليا من حافة المنطقة العليا من الجبهة، behind the respiratory cavity، خلف التجويف التنفسي. يقسم القلب إلى two chambers، an atrium and a ventricle، both connected by a narrow duct. يعني هناك ردتين، atrium و ventricle، ترتبط واحدة مع الأخ عن طريق قناة ضيقة. الvalve، وهناك صمام avoiding blood fluid flowing back، وهناك صمام ما بين الأتريوم والventricle، وهذه تاك يمنع رجوع الدم من الventricle إلى الأتريوم. الجهاز الإبرازي يكون حاوي على one kidney leads to ureter، ومن ثم يؤدي إلى ureter which opens near the anus. reproductive system، الhelix is a hermaphrodite animal، يعني يحتوي على أعضاء تكاثر ذكرية وأنثوية في نفس الحيوان. عملية الإخصاب تكون cross fertilization occurs between two animals، يعني ليس إخصاب ذاتي وإنما إخصاب ما بين حيوانين مختلفين، يخترب الحيوان
من الحيوان الآخر وتتم عملية الإخصاب. تكون فاقد الأطوال اليرقية، لا نلاحظ فيها أطوال يرقية، وبهذا يكون direct development، يكون التطور فيها direct development أي بدون وجود طور يرقي. يتم عملية صنع الأمشاج البكرية المتمثلة بالسبيرمات، أمشاج بكرية المتمثلة بالسبيرمات والأمشاج الأنثوية المتمثلة بالإكس في منطقة تسمى بالأوفوتيستس، هي عبارة عن منطقة موجودة في هذا الحيوان. هناك ظاهرة تسمى ظاهرة الالتفاف في كلاس كاستروبود أو ما يسمى بالتورشن إن كاستروبود. هذه الحالة تحدث فقط في كلاس الكاستروبود مثل ما ذكرنا سابقا، وهي صفة مميزة وفيها يحدث عملية تحرك المانتل كافيتي من الجهة الخلفية إلى الجهة الأمامية عن طريق تحرك جميع المانتل كافيتي والأعضاء الحشوية بزاوية مقدارها ما بين 90 إلى 180 درجة من الجهة الخلفية إلى الجهة الأمامية. الجهة الخلفية تكون حاوية عن المانتل كافيتي والأنس. قبل حدوث عملية الالتفاف تكون المانتل كافيتي والأنس تكون في الجهة الخلفية، بعد حدوث عملية الالتفاف تكون المانتل كافيتي والأنس في الجهة الأمامية. هذا شرح مبسط لما يحدث في هذه العملية. تحدث هذه فقط في طور الفيليكال ستيج أو الفيليكال لارفا، مثل ما قلنا لكم يحدثون في عملية دوران الفيزرال أورغانز as well as the flow at 90 to 180 degree، يعني عملية دوران للأعضاء الحشوية مع المانتل كافيتي بزاوية ما بين 90 و 180 درجة. كما قلنا لكم يحدث في طور يرق الفيجر ستيج، وفي بعض الأحيان some species the first part may takes only a few minutes، يعني عملية أول 90 درجة، أول استدار أول 90 درجة تستمر هذه العملية بضع دقائق، أما 90 درجة الثانية فتأخذ وقت أطول. نتحول الآن إلى الكلاس الخامس اللي هو سكافوبودا أو ما يسمى بمجدافي الأقدام أو زورقي الأقدام. يضم هذا الكلاس حيوانات تحفر في تراب المياه وتكون بحرية وتسمى بالتوب شيل أي بالصدفة ذات الأسنان. يكون الجسم فنائي التناظر متطاول with no distinct head، ليس له رأس مميز and without eyes and gills، وتكون فاقدة للعيون وللغلاصة. الصدفة عن مانتل تكون أحادية الصدفة سيلندر يعني اسطوانية or tubular أو أنبوبية and open at both ends، وتفتح في نهايتي الجسم. الفوت تكون صغيرة وكونيكال قمعية، ها هي منطقة الفوت تكون صغيرة وتكون بشكل يشبه القمع. سكسس سبيريتد تكون في نهاية الأجناس، هنأخذ عليها حيوان اللي هو دينتاليا. نأتي الآن إلى فقط الشيب آن سايز أوف دينتيليوم. يكون جسم الدينتيليوم يكون فاقد للرأس هيدلس فنائي التناظر، حاوي على النهاية الأمامية تكون نحيفة أما النهاية الخلفية تكون منحنية بشكل بسيط. الجزء الأكبر يقع في المنطقة البطنية وفي المنطقة الظهرية المقعرة. يتراوح طول الدينتاليوم ما بين 13 to 25 سنتيمتر، والقطر مالته اللي هو 2.5 سنتيمتر. يتكون من الأجزاء التالية: أول جزء اللي هو المانتل اللي هو يحيط الجسم الحيوان بشكل كامل، ويشتق من طيتين تتحد عن طريق الجهة الطيتين يعني تحيط الحيوان وتتحد في الجهة البطنية لتكون لي أنبوب يحيط الحيوان من جانبي جميع جوانب الجسم. أما الشيل اللي هي الصدفة فهي تفرز من منطقة المانتل وتكون سلايتلي كيرفز، هاي هي الشيل تكون سلايتلي كيرف منحنية بشكل بسيط. آن تيبرينج شيل يعني تكون ذات نهايتين مدببة، تكون ذات نهايتين مدببة هاي يسموها تيبرينج شيل at both ends is a shape like trumpet or elephant tusk، وشكلها يكون بشكل عام إما بشكل القمع أو عفوا يسموه البوق trumpet or elephant tusk يعني ناب الفيل، شوف يشبه شكله يشبه ناب الفيل أو البوق. أما منطقة القدم the foot تبرز produced from the larger anterior and of the anterior end of the shell،
يعني تفرز من النهاية الأمامية، النهاية الخلفية للصدفة. تكون الفوط لونج، طويلة، pointed، مدببة، spade like، شكلها يشبه المجرفة، أو ما يسمى بالعامية الكرك، شكلها يشبه المجرفة، and highly extensible، وتكون متوسعة بشكل كبير. وفي هذا الحيوان تكون the free end of foot is conical، تكون قمعية، النهاية الأمامية تكون قمعية لها، and trilobed، وتكون ثلاثية الفصوص، وتحمل أجنحة تشبه الصفائح على جانبي الفوت. وتكون هنا القدم is well adapted for burrowing، يعني متكيفة بشكل جيد للحفر. بالنسبة للسبيريتوري سيستم، يكون هذا الحيوان فاقد للجلز، لا يحتوي على الجلز، وتتم عملية التنفس عن طريق تبادل الغازات اللي تحتوي عن طريق المانتل سيرفيس. بالنسبة للدايجستيف جلاند، فيبدأ بفتحة الفم، أو يكون من نوع كومبليت دايجستيف سيستم، أي يبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة أنس. فتحة الفم يكون محمول على ما يسمى بالأورال بروبوسيس، خطم فمي اللي يؤدي إلى بيوكال كافيتي اللي يحتوي على الأودونتوفور والراديولا، ومن ثم البيوكال كافيتي يؤدي إلى الشورت إيزوفيجاس، ومن ثم الاستوماك، وتنتهي الاستومك بالانتستاين اللي تؤدي إلى أعور قصير يفتح عن طريق فتحة الأنس أو فتحة المخرج. تقع فتحة المخرج في منتصف الجهة البطنية خلف قاعدة القدم. الجهاز الدوران هنا حيكون من النوع البسيط، بسيط جدا، حاوي على colorless blood، يعني الدم يكون فاقد للونه الطبيعي اللي هو اللون الأحمر، ويكون عديم اللون. سيركوليت، يدور خلال نظام من الأكياس البدائية، روتيمنتري سينسس، يعني نظام من الأكياس البدائية، يعني يفتر هذا الدم أو يدور هذا الدم خلال نظام من الأكياس البدائية أو الجيوب الدموية البدائية. ليس سميناها بدائية لأن تكون فاقدة للإندوفيليوم، يعني تكون فاقدة للبطانة الإندوفيلية. وأيضا يكون القلب فاقد للبيريكارديوم، والقلب يكون بدائي، وهو عبارة عن enlargement of sinus near anus، وعبارة عن تضخم لواحدة من هذه الجيوب التي تقع قريبا. يتكون الجهاز الإبرازي من زوج من التراكيب الكيسية المتماثلة، أو ما يعرف بالكيدني أو النفريدي، التي تقع أمام الكونة، تقع أمام الأعضاء التكاثرية. إحنا قلنا هنا بير، يعني تكون واحد على كل جانب، على كل جانب من جانبي المستقيم. They open into mantle cavity، تفتح هذه الأعضاء إلى ما يسمى بالمانتل كافيتي عن طريق فتحة تسمى بالنفريديوبور اللي تقع على جانبي الأنس. بالنسبة للجهاز التكاثري، تكون الأجناس هنا منفصلة، وتكون حاوية على أعضاء مفردة، تحتوي يعني تحتل المنطقة الخلفية الظهرية، وتشكل الجزء الأعظم من المنطقة الحشوية أو الحدبة الحشوية. أما النيرف سيستم فيتكون من أربعة أزواج من العقد العصبية، pairs of cerebral ganglia، زوج من العقد الدماغية، زوج of lateral ganglia، زوج of basal ganglia، وآخرها اللي pairs of visceral ganglia. إلى هنا نأتي إلى نهاية المحاضرة العاشرة. نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم في يوم المحاضرة الإلكترونية. لذا نرجو منكم قراءة أو الاستماع لهذا الفيديو أو المحاضرة الفيديوية قبل الدخول إلى يوم المحاضرة الإلكترونية لغرض استقبال أسئلتكم واستفساراتكم. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.